حواراتنا ما بتخلصش حواراتنا كتيرة الحقيقة لما اخترت البرنامج واخترت المحتوى ده كنت عارفة ومتأكدة ان مهما يحصل الحوارات هتفضل مستمرة وعشان كده حلقة النهاردة مهمة كان المفروض تكون اول حلقة ليا او اول موضوع ابدأ بيه المحتوى عملتلك المحتوى سواء هنا او على السوشيال ميديا ونسيت ما اقولك فن التعامل مع الراجل ازاي عشان تتعاملي أصلاً مع الراجل إزاي؟ وده كان المفروض يكون أول حلقة ليا أو أول فيديو ليا فالنهاردة قررت متأخر إن أنا أكلمك بخصوص الموضوع ده فن التعامل مع الراجل أو بمعنى أصح إزاي تتعاملي مع الرجالة عموماً؟ الراجل بطبيعته قلت لك كذا مرة بيحب يبقى صياد ما بيحبش يبقى فريسة يعني إيه؟ ما بيحبش الحاجة المتاحة قدامه بيحب يتعب بيحب يتلذذ كده ويتعب في الحاجه عشان ياخدها اللي بيبقى الدنيا بالنسبه له سهله ده ما يعني ما بتكملش جواز او مثلا ما بتبقيش اجمد حاجه بالنسبه له فاول حاجه او اول حاجه في الخطه بتاعتي في فن التعامل مع الراجل ان انت ما تبقيش لازقه لازقه بغيرها عارفه الستات اللزقه دي يعني ايه يا امان او مثلا يعني ايه لازقه مش فاهمه وضحي لنا اللزقة دي اللي هو ان انت بتبقي لازقه فيه رن 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 في ايه يا حبيبتي؟ هو ما بيكلمكيش انت اللي بترني خرجني وديني لازقاله مش مدية مساحته مش مدية نفسه في نفس الوقت لازقاله من الاخر من الاخر ضامن وجودك عارف ان هو زي كوبايه الميه دي لو حطك هنا ومشي رجع بعد مليون سنه فهو اوريدي هيرجع يلاقيكي مكان ما كم انت قاعده. فضمن وجودك عشان انت لازقه. فرقم واحد بلاش تكوني لازقه. اديه مساحته واعملي لنفسك وضع مش هترن مش هرن لك. مش هتقولي ان انت عايز تشوفني مش هعرض عليك ان انت تشوفني. مش هتجيب لي في مناسبه حاجه من نفسك انت ما تستاهلش انا برده مش هجيب لك. العلاقات بتقام على خد وهات لو طرف واحد وقع الطرف الثاني وقع عشان نبقى واضحين مع بعض يعني طرف واحد يقع لا صعب صعب قوي ان انت تبقي انت بتقدمي كل حاجه وانت بتعملي كل حاجه وهو ما بيعملش اي حاجه هيجي عليكي وقت خلاص انا مش عايزه حاجه اتس اوكي okay ان انت بتوصلي لنقطه صعبه والحقيقه انا من الشخصيات دي بقدم كتير قوي للي قدامي عندي استعداد اقعد قصاده كتير جدا بس بيجي عندي وقت معين انه انا مش عايزه اكمل انا مس... يعني انا خلاص اتقفلت انت ما بتعمليش حاجه رقم واحد ما بقاش لازقه واعمل لنفسي وضع رقم اتنين ما يبقاش محور حياتك يعني ايه يا امان ما يبقاش محور حياتي؟ يعني ما بقاش انا قاعده محسسه ان الدنيا كلها هتخرب لو هو ما اتصلش إيه ما بقاش انا قاعده واحسسه ان الدنيا اليوم مش هيعدي لو ما سمعتش صوته القيامه هتقوم لو ما خرجتش وشفته لا 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 ما تحسسوش ان هو محور حياتك الراجل لازم يحس ان انت ولا فارق ولا فارقه معاكي ترني ولا فارقه معاكي تشتريه ولا فارقه معاكي ان انت تشوفيه انت شخص مش فارق معاكي الكلام ده انت شخص نو واي ان انت يبقى عندك وقت وانا قلت لك كذا مره احنا وي دونت هاف تايم من الاخر يعني فهو لو حس ان هو محور حياتك ودنيتك وحياتك بتموت من غيره خلاص ده مش من فن تعامل مع الرجل خالص ان انت تخليه محور حياتك ده لازم ما تعبريهوش لازم يبقى عارف ان الدنيا مش هتقف عليه رقم ثلاثة التجاهل خصوصا لو انا بدأ في الريليشن شيب بدري يعني مثلا أنا لسه في بداية العلاقة بتاعتي او لسه داخله العلاقة جديد وبناخد وندي مع بعض لازم تتجاهليه يعني ايه اتجاهله طب ما هو انا كده هيتعلق بيا ازاي ويحبني ازاي ما انا هقولك لما انت هتتجاهليه في الاول هو هيجي لكن لو من الاول بحبك بموت فيك ما بنامش الليل غير على صوتك انا انا بحمد ربنا ان انت جيت انت عوض ربنا وتنزل البوستات والتويتات والبوستز على السوشيال ميديا ان انت خلاص ربنا عوضك بتوم كروز اللي انت شايفاه اللي هو في الاخر هيخزوقك لان هما كلهم الرجاله نفس الوضع هي غلطه ولا بد منها فالفكره ان هو زيه زي غيره تمام فبلاش تبقي ميته تجاهلي؟ تعالي ننزل النهارده انا مشغوله يرن ثالث رابع خامس مره انا هرد مش هرد قبل كده شوشره مش, مش هرد قبل كده مش اول ما يرن للكول دي الو لا مش كده خالص مش اول لسه الرنه ما. الرنه الاولى ما وصلتش إنتي قاعده مستنيه اصلا حتى لو انتي كده متبينيش ما ينفعش تبيني كده ده النظام انتي لازم تبقي فاهمه ان كل ما هتتجاهليه كل ما هتعززي نفسه يعني تعززي نفسك عنده شوشره لما تبقي بقى تقيله مش بنت خفيفه تعالي نخرج لا انا مش شايفه ان ليها لازمه ان احنا نخرج دلوقتي اه تعالي اكلمك اه طب ثواني هخلص اللي في ايدي واكلمك لما يشوف ان انتي تقيله هيهتم اكتر حطي في دماغك طول ما انتي فريسه وهو الصياد العلاقه هتنجح طول ما هو مش حاسس ان هو صياد وبيتعب فيكي بيطلع عينه عشان يسمع صوتك بيتعب عشان يتجوزك بيتعب عشان يرضيكي صدقيني هتفضلي طول عمرك عزيزه في عينه وده الفن الحقيقي للتعامل مع الراجل الراجل ما ينفعش اللي انا اكتشفته مؤخرا بجد ده بعيد عن المحتوى والبرنامج والدنيا عن تجارب اللي اكتشفته ان انت لما تجيبي واحد ما يسواش 3 جنيه وتعززيه وتخليه راجل كده وتقعدي تدادي فيه وتفخمي فيه وتعملي فيه ده مش صح فن التعامل مع الراجل نو واي ان انت تقعدي تفخمي فيه هقول لك على حاجه او مثال بسيط لو انت رحتي اشتريتي بالونه وقعدتي تنفخي فيها وتنفخي هي كده محتاجه تتنفخ بس نفختي زياده عن اللزوم هيحصل ايه هترشق البالونه في وشك مع انك انت اللي نفخاها زي كده تقيسي النظام ده على الراجل لو قعدتي تنفخي فيه تنفخي فيه هيجي اول واحده هيطرشق في وشها هو انت فما تعمليش اللي 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 وصلك لحاجه زي دي ده ما تعبريهوش رقم ثلاثة ركزي على نفسك اكتر من فن التعامل مع الراجل او جذب الراجل او اخلي الراجل ده يجي ورايا ويجري ورايا حب النفس يعني ايه يا امان يعني كل تركيزي على نجاحي على شكلي على جسمي على ريحتي على شعري اه الحاجات دي بتفرق مش بتفرق الحاجات دي اساسيات انا مش عارفه اتكلم خالص من المايك مش عارفه ليه اساسيات يا حبيبتي هو الراجل اصلا بالنسبه له الست ايه غير شكل وجسم وشعر لما الراجل يتعامل معاكي او يعجب بيكي من بعيد اول حاجه بيبص شكلك وجسمك مش انتي لما الراجل بتعجبيه حتى لو في صوره بيبقى عن طريق الشكل والجسم ستايل لايف بتاعك مش عن طريق آه هو لسه مع شركيش وتكلم معاكي احنا بنتكلم في البديهيات في الحاجات الاساسيه في الاول فلما الراجل يبص ان الست اللي معاه بتهتم قوي بنفسها بشكلها بجسمها بحاجات كتير قوي صدقيني 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 بيلفتوا اكتر لان هما برضو بيحبوا الست المهتمة بشكلها وجسمها وشعرها والحاجات اللي احنا فاهمينها بيضعفوا قدامها واساسيات عندهم حاجة رابعة كده عززي زعلك ودي انا بقولها لك عن تجربه لما يجي يحصل مشكله ويغلط في حقك وتيجي يقول لك معلش يا حبيبتي ويطبطب على ايدك او على كتفك فتتصالحي على طول ده غلط ده مش ان انتي مسامحه وطيبه وغلبانه ده اكبر غلط المثل بيقول لك ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه طب هم قالوا المثل ده ليه ما هم اكيد قالوا المثل ده عايزين يوصلوا رساله الرساله بقى انا هقولها لك دلوقتي اول زعله اول خناقه اول حوار ما بينك وما بين شريك حياتك ما عززتيش زعلك فيه هيدوس عليكي بقيه عمر يعني ايه يا امان سي مثلا هانك اتخانقتوا مع بعض فهانك فشتمك جه على اخر النهار معلش يا حبيبتي فأنتي معلش وعادي ونمتي جنبه والدنيا معاكم عادي انت كده مش جامده انت كده مش غلبانه انت كده عبيطه وهيدوس عليكي تاني وهيتخانق وبدل ما تطول عليكي بلفظ التطاول في اتنين في ثلاثة طب ليه يا امان عشان هو عارف ان هو بعد ما يطول ويخلص كل قاموس الشتيمه في الاخر هيقولك معلش يا حبيبتي فانت هتيجي معاه غلط وتعزيز زعلك ده مش شرط على فكره مع جوزك او شريك حياتك او خطيبك تعزيز زعلك مع الناس من حواليكي لازم الناس تعمل الف حساب لزعلك لازم الناس تبقى عارفه انا لما هزعل مثلا ايمان هبقى عارفه أني لا ايمان مش هتسكت مش هتصفى بسهوله الناس اللي بتصفى بسهوله دي دي ناس عبيطه لان احنا في زمن اه لو هما يعني لو شافوكي متساهله للاسف هيدوسوا عليكي فلا صعب لازم تعززي نفسك وتعززي زعلك علشان يتعب انه يرضيكي. لو زعلك في كل مرة انه يصالحك يجيب لك حاجة ذهب فعززي زعلك وخليه يشتري لك في كل زعل حتى هو نفسه لما هيعرف في كل خناقة ان انت زعلك عزيز مش هيتخانق بدل ما يتخانق خمس مرات هتبقى مرتين بدل ما هيتطول هيبقى واخد باله في الخناقة ان هو ما يتطولش عليكي لان في رجالة بتتطول بكلمة في رجالة بتتطول بإساءة في رجالة بتتطول بشتيمة في رجالة بتتطول بحاجات كتيرة قوي 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 فما توصليش نفسك ان انت تتهني بكل انواع الاهانه في حين انه بعد ما بيخلص اهانتك يقول لك معلش فبترضي ويا سلام بقى لو بيرميكي بعيالك ويقول يلا اطلعي اطلعي بره او روحي عند باباكي انا بقالي فتره غريبه الفتره الاخيره دي في المشاكل اللي بتيجي بلاحظ ان كل واحده بتقول لي جوزي طردني رماني قدام باب الشقه وقال لي روحي عند اهلك انا اعرف الراجل حتى في زعله راجل فغضبه راجل يعني ايه؟ أنا أعرف إن الواحد لما بيغضب مراته بيقول لها اقعدي انت في بيتك وانا اللي همشي. أحداث إن يرمي مراته قدام باب الباب, آه الباب الشقه بالعيال ويقفل الباب ويسيبها كده وأيا كانت لابسه ايه ولا وضعها ايه وعادي انت مش راجل حتى لو هي غلطانه انت مش راجل لأن هي لسه مراتك لسه على اسمك ولو مش مراتك واسمك هي وليا. فببقى مستغربه ان في ناس واصل معاها الليفل ده ان هي تدوس بالشكل ده وترمي عادي شخص زي ده ما انا بالنسبه لي لو جوزي عمل معايا الحركه دي انا استحاله ارجع له لو هيحصل ايه انا ما ترميش بره باب الشقه دي بقى ما فيهاش تعزيز نفس دي ملهاش رجوع ولو مين جه اتكلم انا مش هرجع انت بترميني في الشارع انت جايبني من الشارع الرجالة لما بتغضب بتسيب الست في البيت وبتنزل هي من البيت يا إما بتتصل تجيب أهلها يا إما بياخدك بتلبسي وبياخدك بشنطة هدومك معززة مكرمة بيوديكي للراجل اللي أخدك منه بشنطتك ده أدب شغل إرميني قدام باب البيت أنت مش راجل وما تصنفش إنك راجل تعزيز النفس عشان ما توصليش لأن ده بيجيب ده شغل إن هو يغلط فيقولك معلش فتوافقي ده بيجيب ده بيوصلك لباب الشقة بيوصلك للطلاق بيوصلك للإهانة بيوصلك إنه يهينك وسط الناس بيوصلك إن الناس تسمع بيكو كل ده اسلوبك فأنا من الأول لازم يكون عندي فن تعامل مع الراجل قبل ما أتكلم وخلاص حاجة أخيرة كده لازم تظهري عدم تعلقك يعني إيه يا أمين ما ينفعش أنا بحبه بموت فيه متعلقة بيه ما ينفعش ابين له ده طب ليه ما ينفعش تبيني له ده الراجل لو حس ان انت متعلقه بيه قالوا انا خارجه قالوا انا داخله اسالوني انا انا المحتوى ده ما حدش يسال اي حد بجد حقيقي غيري انا ان انا عامله لك المحتوى ده مش عن دراسه اوكي درسة اوكي عامله ابحاث اوكي واخده كورسات سيب الجزئيه دي بس برضو المثل قالك اسال مجرب ما تسالش طبيب لو اخدتي بالك لو انت في البيت تعبتي بسخونه وخدتي علاج جت وراكي يعني جت وراكي سوري اختك تعبت بسخونه هيودوها للدكتور تاني؟ لا بيدوها نفس العلاج ليه؟ مجربه زي كده المحتوى ده كله عن التجارب مفيش حاجه هنا مش من واقع علمي او واقع عايشينه فبينجح فبلاش تبيني له ان, 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 ان انت متعلقه بيه وان انت فعلا فعلا حياتك هتقف وهتتدمر وهتضيع ومستقبلك هيضيع في حين ان إنتي مش عارفه تعملي ايه من غيره الراجل لو حاس ان إنتي ماسكه فيه كده خلصت الراجل لو حاس ان إنتي ما تقدريش تعيشي من غيره خلصت الراجل لو خد الثقه الزياده عن اللزوم ان مهما يحصل هي مش هتسيبني شوفي واتفرجي على اللي هيعمله فيكي وفي حياتك شوفي واتفرجي اللي هيحصل عليكي وعلى حياتك صدقيني مش هتكسبي حاجه او مش هتنجحي في حاجه الراجل بيدمر خدي بالك راجل بينور ست وراجل بيضلم ست فكل واحد يشوف المكان اللي مناسبه يقعد فيه لو بصيتي على حاجه اقل منك فخلاص لو بصيتي على حاجه هتتعبك هتفضلي طول عمرك تعبانه احنا مش جايين في تعب احنا انا قلت كذا مره عيشي حياتك زي ما انت عايزه بس يوم ما يجي قرار ان انت عايزه تتجوزي او خلاص انا باخد فرمان يا جماعه اني انا اتس اوكي okay خلاص هاخد قرار ان انا هتجوز دلوقتي هقعد مع نفسي احسب حسبتي واحد اتنين تلاته اربعه عشرين رقم واحد وقع انا مش هتجوز عادي اتجوز واطلق لا ما عنديش استعداد اتجوز واعيش طول عمري في نكد واقول ان انا اتجوزت واحط شعار لقد تزوجت لا ما ما عنديش وقت الكلام ده قلت لك كذا مره احنا عايزين نلحق الخساير او اقل من الخساير يعني عايزين نلحق ما يمكن انقاذه ننقذ ما يمكن انقاذه في المواضيع اللي زي دي مش لازم نطلع خسرانين قوي اطلعي وانت مكتسبه علاقات اطلعي وانت فاسخه اتنين ومره و15 بس ما تطلعيش وانا منفصله الطلقه ليه بتتحسب علينا هي الخطوبه بتتحسب اه ما اتخطبت مرتين اه لا 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 دي اتخطبت ثلاثه اربع مرات يبقى في حاجه مش معقوله مش معقوله الثلاثه غلطانين المجتمع عندنا ما بيغلطش الراجل يا جماعه المجتمع عندنا ما بيغلطش الراجل البيئه اللي من حوالينا ايا كان انت عايشه فين في ارياف في فلاحين في صعيد في مصر احنا هنا في مصر بكلمكم باسم الكل فيش حد بيغلط الراجل كله بيغلطك انت فانا مش هسمح ان انا ابقى قاعده كده واستنى حد يجي غلطني الاهم من ده كله من فنون التعامل مع الراجل خصوصا لو الراجل مغرور او نرجسي التجاهل سيد القرار لو الراجل اللي قدامك مغرور نرجسي شايف نفسه ملهوش حل غير التجاهل بس التجاهل سيد القرار يعني ايه يا امان يعني معبرهوش يا حبيبتي ولا كأنه موجود ولا كأنه في الحسبان ولما انتي وانا قلت لك قبل كده في حلقة من حلقاتي جربي تتعاملي 15 يوم مع النرجسي انك انتي ما تعبرهوش يعمل زي ما عايز يعمل وانتي اصلا عادي هيلم نفسه عايز ياخد اللقطة ومش عارف ياخدها هيلم نفسه صدقيني الموضوع كله يعني بيقف في حتة انتي عايزة ايه من اساسيات او برضو من الفنون للتعامل مع الراجل او ان انت ازاي تتعاملي مع الراجل عشان دنيتك تمشي كويسه للاسف للاسف وانا حزينه وانا بقول الجمله دي لاني انا بصراحه ما كنتش مصدقاها الراجل يا جماعه اتضح ليا ما بيتقلهوش كل حاجه الراجل ما يتحكلهوش كل حاجه يعني ايه قصدك ايه اخبي عليه لا لا الناس ما تفهمش غلط شوفي انا هتكلم في ايه دلوقتي الراجل ما يتحكلهوش عيوب اهلك الراجل ما يتحكلهوش اسرار اللي بتحصل في بيتك بيت والدتك ووالدك وال وكده الراجل ما يعرفش مصدر دخلك كام الراجل ما يعرفش نظام وستايل لايف بتاع بيتكم ماشي ازاي الراجل ما يخرجش مع صاحبتك الراجل ما يبقاش معاه رقم صاحبتك ولا صاحبتك معاها رقم جوزك الحاجات دي انا صاحبه المحتوى مؤخرا عرفتها الراجل مش بيتحكي له كل حاجه يا جماعه اللي بتحكي كل حاجه للراجل هيجي وقته هتندم بكلمك هنا في حاجة أكيدة مفيش أنا المحتوى بتاعي مفيش فيه توقعات أو مجادلات أو احتماليات أنا الكلام اللي بقوله موثق ما ان هو يعرف كل حاجه يعرف كل حاجه دي انت ما تعرفيش ازاي او ازاي النظام هيبقى ماشي ازاي معاكي او حياتك او ستايل لايف عموما بتاعك هيبقى ماشي ازاي ممنوع ممنوع ان هو يعرف حاجه عن حياتك مؤخرا برضو من فنون التعامل مع الراجل بلاش تكوني ضحيه في الريليشن حتى لو مراته والريليشن انا ما اقصدش بيها الارتباط والخطوبه الريليشن بالنسبه لي ارتباط خطوبه تعارف جواز لو كنت ضحيه من الاول حطيتي نفسك في حته الضحيه دي خلصت صدقيني هيسيب كل حاجه ويجي عليكي انت كل حاجه هتيجي وهتطلع وهتحصل هتعيبك إنتي. هتلاقيه من الاخر هقولي لها لك تصوير تاني خالص هتدخلي مطعم تاكلي وهو هياكل وناس هتيجي تاكل مطعم شيك قوي وانتي فعلا اتبسطتي بالاكل وفعلا الخدمه كانت فانتاستك وفعلا كل حاجه زي ما انت عايزه وبعد ما خلصتي الشيك اتحط قدامك انت بس تحاسبي على كل الناس دي شعورك ايه اللي انا اكلت بيه ما لحقتش ايه افرح بيه هتحسي احساس ربنا ما يوريهولك طب انا في حين الحوارات دي انا مش عايزه يحصل معايا كده يا امان قبل ما ادخل علاقه قبل ما اقول يا جواز قبل ما اقول يا خطوبه قبل ما اقول يا تعارف قبل ما اقول اي حاجه في كل حاجه الموضوع ده لازم تبقي داخله وعارفه انت ازاي هتتعاملي معاه اصلا ما انا بقول لكم غلطتي في بدايه حلقاتي او ظهوري او ايا كان ان انا كان المفروض قبل ما ابدا اي حاجه أقولك فن التعامل معاه ازاي. حاجه تانيه مفيش راجل غبي مفيش راجل ساهل مفيش راجل غلبان تضحكي عليه في نوعيات طيب حنين معرفش بس مفيش راجل سالك للاخر عن تجربه عن تجربه عشان ايه ما تتعبيش حاجه اهم من ده كله من فنون واساسيات التعامل مع الراجل ما تتكلميش على الماضي بتاعك. الماضي بتاعك دي مش دكتوراه في الجامعه الامريكيه انت واخداها تتفشخري بيها. واخده بالك؟ اي تعارفات اي حاجه اي كلام اي حاجه كانت في الماضي تسيء ليكي كبنت ربنا سترك ما تفضحيش نفسك انسي ان انت تتكلمي عن الماضي غير في حاله واحده اتخطبتي لو اتخطبتي قولي. لكن اللي كلمتيه اللي شفتيه اللي عجبت بيه لان الراجل ما بينساش عارفه هو ممكن يخون ويروح ويجي ويعمل وانت تنسي هو ما بينساش اللي بصيتي له اللي بصيتي له عادي مش هينسى ومش هيسامح فانسي انسي وشيلي من حسبانك ودي اهم نقطه ان انتي تتكلمي في الماضي بتاعك خصوصا لو في تجارب او في اي حاجات تسيء ليكي وربنا قال لك انا سترتك ما تفضحيش نفسك ولما بعض الناس راحوا بعض الاقاويل عشان ما يكونش ما يكونش الكلام مصدق راحت لشيخ قال لها طالما ربنا سترك ما تفضحيش نفسك سترك هتروحي تجرسي نفسك ليه فخلينا اسكى من كده دي اساسيات وفنون التعامل مع الراجل غير كده يا حبيبه قلبي لو ما عملتيش الحاجات دي مش هتعرفي تتعاملي مع النوعيه او مع الكائن ده في نهايه البرنامج انا اول مره اطلع حلقه حزينه بالشكل ده في نهايه البرنامج آه شوفي نفسك انجحي امسكي فلوس اعملي حاجه لنفسك بكره هيسندك شغلك وفلوسك ما يبقاش حلمك راجل وخليكي انتي حلم كل راجل ما تجريش ورا راجل خلي كل الرجاله تجري وراكي ما تبصيش غير لنفسك ما تبصيش على اي حد من حواليكي وخليكي فاكره ان مهما حصل هما المحتاجين لنا احنا مش محتاجين لهم وما تنسيش تتابعيني في حوارات ستات مع ايمان الاباجوري